وقع اعتقال شي شنقول لك الحوايج كيجيو يعني اي حاجه كتوقع في الدنيا فوقع اعتقال. كان واحد المشكل بيني وبين واحد الصديق ديالي واحد يعني واحد المبادله تجاريه، ولكن مع الطول ديال الغياب ديالي على برا فرنسا، فملي جيت لقيت ان الكونطابل ديالو هي اللي دفعت الشيك وعاد جا هو وتفاهمنا الحمد لله وكانت الامور على ما يرام. نقولوا تحل المشكل. تحل المشكل باذن الله، تحل المشكل. المشكل كان غير مادي، ما كانتش شكايه يعني كيقولوا يعني ان كان تشهير وما الى ذلك. لا لا، المشكل كان مادي فقط، ما كاين لا تشهير لا والو، فقط هضره وصافي وهضره وكلام وصافي، فقط كانت شي كان مساله ماديه بالنسبه ان الشكايه تشهير ولا القاد ولا هذا ما كاين حتى شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.